معي عبر الهاتف من عمان دكتور وليد سرحان، استشاري في الطب النفسي. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتور وليد. ما هو التوتر اللي بيعد ايجابيا لحد ما ويحفز الانسان مقارنه بالتوتر الذي يؤدي للامراض ووضع غير صحي ان كان نفسيا او جسديا؟ أشكرك على طرح الموضوع. اهلا التوتر وسهلا. جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وكثير من أمورنا التي نمارسها هي تمارس تحت إطار شيء من التوتر. اللي عنده مقابل، اللي عنده امتحان، اللي عنده حدث مهم، اللي عنده حال زواج، خطوبة، لابد أن يرتفع درجة توتره بحيث تحفزه إلى أن يعمل أقصى ما في جهده حل نجاح هذا الحدث. إنما يصبح التوتر سلبيا عندما يرتفع التوتر بشكل يفوق ما هو مطلوب لهذا الحدث، يفوق ما هو طبيعي، ويبدأ يعني انه نعم يفوق ما هو مطلوب طبيعيا، ويبدأ يعني على سبيل المثال شخص يتوتر لامتحان جامعي، هذا أمر مقلوب. لكن إذا أصبح التوتر للدراسة يمنع من الدراسة، وأصبح هو يعني غير قادر على أن يمسك الكتاب ويدرس، أصبح صحيح، معنى أو حتى بيأثر يضيع. سلبا أثناء الامتحان، يعني إذا كان توتر كبير. صحيح، سواء قبل أو خلال في أثناء الأداء. فلذلك يعني المفروض بذهن الناس في هناك خلط بين 3 أمور: هناك الستريس أو الضغط النفسي، وهو مجموعة الضغوط الداخلية والخارجية التي تؤدي إلى التوتر، ثم التوتر هو المظاهر الجسدية والنفسية التي تنتج عن هذه المؤثرات وتؤدي إلى مضاعفات نفسية وجسدية على الإنسان. وبالتالي هذا التوتر قد تكون مضاعفاته ارتفاع في ضغط الدم، زيادة في إفرازات المعدة، صعوبة في الهضم، صعوبة في النوم، صعوبة في الطعام، صعوبة في التركيز، وقد تصل إلى استياء في المزاج وتكدر المزاج و صحيح، درجة من يعني القلق بنسب كبيرة والاكتئاب. ممكن أن يصل لحالة نفسية جدية. طبعا طيب يصل إلى كيف حالة ممكن نفسية. أفضل الطرق، يعني من الناحية النفسية دكتور وليد، انطلاقا مما قلنا، التعايش مع هذا التوتر اليومي الطبيعي باختصار لو سمحت، نصائح؟ يعني النصائح: أولا أن لا نسمح للتوتر أن يكون يومي وعالي. النصائح أن نعطي التوتر حدود، ونعطي لنفسنا طرق لتخفيف التوتر. على سبيل المثال، الذي يعاني من توتر أو ضائقة، إذا شارك الأصدقاء واستشارهم يخف توتره. هناك من يخف توتره إذا مارس الرياضة، هناك من صحيح، يخف توتره مع الصلاة وقراءة القرآن الكريم، هناك من يخف توتره باستماع للموسيقى والاسترخاء، المشي على البحر، السباحة، العديد من الأمور التي يعرف كل منا أن هذا هو المفتاح الذي يخفف توتره. نعم، ويجب أن يكون محافظ على هذا المفتاح، لأن أنا بدونه فسنصل جميعنا نعم إلى درجة التوتر المرضي طبعا، لأن التوتر وقد موجود يعني تكون لا مرضية. محالة. أنا أشكرك جزيلا، من عمان كنت معنا دكتور وليد السرحان، استشاري في الطب النفسي.